يقول السائل: أنا بفضل الله تم لي نصاب الزكاة، وكل شهر يأتي عليه راتب آخر، فكيف أخرج زكاة هذا المال وجزاكم الله خير؟ هذا الذي يأتيه توفير نقود كل شهر من راتبه أو من واردات تأتيه كل شهر، هذا يتعب إذا أراد أنه يحدد وقت كل مبلغ على حدة، هذا يكلفه ولا ينضبط. لكن الأحسن والذي عليه الفتوى أنه يحدد شهرا من السنة يكون موعدا لإخراج زكاته، فإذا جاء هذا الشهر كشهر رمضان مثلا فإنه يزكي ما اجتمع لديه مما تم حوله وما لم يتم حوله إلى الشهر الذي يقابله من السنة الآتية. نعم، هذا يكون فيه احتياط ويكون فيه راحة للإنسان، ويتأكد بهذه الطريقة أنه أخرج الزكاة كاملة. نعم.